الموبايل على 1480 ومن اي تليفون ارضي على 0909-83 وصفحتنا على الفيسبوك برنامج لايف كلينيك بالعربي. هنتكلم عن مدمن المخدرات، هنتكلم عن المدمن عموما. احنا مش مطلعينه بشكل الوحش او بالشكل السيء، لكن هو في الاخر هو مريض ومحتاج علاج. زي كل مرض ليه اعراضه، هو برضو مدمن بيبقى ليه اعراضه، بيبقى ليه تصرفاته، بيبقى ليه تصرفات سلبية كتير جدا على المجتمع وعلى الأسرة، وبتبتدي الأول بالأسرة الصغيرة بالأم والأب وأخواته في البيت وجيرانه وأصدقائه، وبعد كده بتنعكس على المجتمع بقى بالعنف وحالات التحرش اللي احنا بنسمع عنها والاغتصاب والقتل والسرقة وكل المشاكل اللي احنا بنشوفها وبنشوفها على التلفزيون وبنسمع عنها في الجرائد. لكن خلينا الأول نشوف المدمن ده شكله ايه، نقدر نتعامل معاه ازاي، وايه دور الدولة، لان دايما الدوله عليها دور والافراد عليهم دور. هنتكلم في المنظومه ككل، بس اسمحوا لي الاول ارحب بضيف الموجود معايا، الاستاذ محمد الشافعي، مسؤول برنامج صندوق مكافحه الادمان والتعاطي. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا يمكن التقينا اكتر من مره وكنا بنتكلم على اهميه الصندوق ده، وانا بصراحه انا كمان يعني في حياتي العاديه يمكن بعمله دعايه، يعني بلاقي مثلا في بعض الاهل مثلا تلاقي الام بتشتكي مثلا مرات البواب او ما اعرفش مين جارتنا اللي جنبنا او ما، فتيجي اقول لها ده في صندوق وبيعالج وببلاش، لان طبعا علاج الادمان احنا عارفين مكلف جدا، ودلوقتي في مستشفيات خاصه وسحب المخدر وغيره وغيره وغيره، وفي الاخر تلاقي الاب دافع له 100,000 جنيه و200,000 جنيه واكتر من كده كمان. كلمنا عن الصندوق ودور الصندوق، الصندوق ده تابع للحكومه ولا تابع لافراد او مؤسسه او رجال اعمال؟ تمام. هو صندوق مكافحه علاج الادمان والتعاطي هو جهه حكوميه الدوله انشئتها عشان تبقى مسؤوله عن عده ادوار. الدور الاولي منها دور الوقايه، ان احنا بنستهدف الفئات الهشه الموجوده في المجتمع، الاسره والشباب والنشأ، بنعمل لهم برامج خاصه بتعني بكل فئه من فئات هذه المجتمع على مستوى محافظات الجمهوريه. عايزين نوصل لفكره معينه كده ان احنا ما نقربش للمشكله اصلا. احنا ليه نجرب؟ ليه نشوف الناس اللي حوالينا ان احنا بتدمن مخدرات، ان احنا نقلدها، المشاهد الموجوده في التلفزيون؟ احنا يكون عندنا وعي، ان انا اكون صد في البيت من عندي نفسي، من بدايه من عندي انا ومن بدايه الاسره ثم المجتمع، ويبقى في نشر لموضوع الوقايه. ده الجزء الوقايه من خلال طبعا برامج متخصصه في كل يعني برامج الوقايه دي مين اللي بيتلقاها؟ يعني انا ببعت ابني ياخد برنامج وقايه مش هيوافق، اقول له روح اشوف البرنامج يا ستي، يعني ده لو يعني اي ام يعني اروح اعمل ايه؟ هو انا مدمن؟ فيعني اقصد حتى اقناع الشباب، ولا انتوا ازاي بتستقطبوهم؟ يعني ازاي احنا بنروح لحد عنده بقى؟ هو رافض الفكره دي، احنا بنروح لحد عنده في الجامعات وفي المعاهد وفي المدارس وفي مراكز الشباب وفي الانديه، في كل محافظه من محافظات الجمهوريه كلها. بنروح فعلا الجامعات، بنروح فيها وبنلاقي في استجابه كبيره جدا من الشباب. احنا عندنا في الصندوق 28,000 متطوع، اكثر من كده كمان من الشباب اللي بيتطوع معانا. 28,000 متطوع اللي هو واللي انا عارفاه ان اللي بيتطوع كمان اللي كان مدمن وتعالج بيبقى اكثر المتطوعين تاثيرا. هو ده في الجزء العلاجي، انما انا بتكلم في الجزء الوقائي، ده فعلا بيشتغلوا معانا في الوقايه، بينزلوا معانا المدارس وبندربهم تدريبات خاصه بهذه الفئات، وبينزلوا معانا وكمان هم بيحطوا برامج خاصه بالشباب نفسهم، يبقى في وعي من الشباب. اما الجزء اللي حضرتك بتتكلمي عليه في الجزء العلاجي، وده جزء ثاني من الصندوق اللي هو انشانا حاجه اسمها الخط الساخن لعلاج الادمان، ده رقم بالمجان وفي سريه تامه. الدولة بتقدمه لنا بالمجان وبتعالج بالمجان وفي سرية تامة، احنا ما يهمناش اي حد يقول لنا اي معلومة. ونحط 10 خطوط سرية تامة أكيد. يعني الزوجة مش هتعرف، العريس مش هيعرف، عمك خالتك جارك مش هيعرف. يعني اي داتا حتى ما بتستغلش بعد كده، مثلا لو هو داخل كلية شرطة، لو رايح نيابة، دايما احنا عندنا كشف الهيئة ده عاملين خلل طول الوقت، لان بيكشف عنه بيشوف عليه قضيه، لان طبعا دي بتبقى في كليات حساسه لازم بتعملها كشف هيئه. فهل ده لو الولد مثلا راح اتعالج مش هتضره بعد كده لو راح عايز يدخل كليه كبيره محتاجه كشف هيئه او حاجه، ولا ده عشان حكوميه هيتعرف؟ لا، هي كمعلومه طبعا هي سريه في كل الاحوال، سريه، ولكن الكشوفات اللي بتبقى فيها بعض الوظائف اللي بتحتاجها كشوفات خاصه بالمخدرات، هي الاعراض اللي بتنسحب من جسمه ما بتبقاش باينه في التحليل. ولكن اهم حاجه بعد كده مساله المتابعه، زي ما حضرتك ذكرت كده في بعض المؤسسات الخاصه اللي بيدفع فيها الافات كتيره بعض الاشخاص من الاهالي طبعا، لانها طبعا بتتكفل كتير من المصاريف على الادمان ده، وفي الاخر هو بيدمن الشخص دوت مره ثانيه. ليه؟ لان فكره الادمان في العلاج حتى في الخط الساخن عندنا الاساس فيها فكره المتابعه.
لان احنا بنعالج الجزء الطبي او الجزء او سحب المخدر من الجسم فالجسم مبقاش فيه مخدرات، ولكن بقى فيه الاعراض النفسيه والاجتماعيه والضغوط النفسيه اللي بيتعرض ليها الشخص المتعافي بعد انسحاب المخدر من جسمه، دي اللي بتخليه يرجع تاني للادمان وبينتكس تاني، ودي طبيعه المرض. طيب خلينا الاول نبتدي الخط الساخن اللي هو بالمجاني اللي هو تبع الحكومه اللي هو سري جدا. رقمه كام؟ 16 0 23 16 0 23 16 0 23. ده الخط الساخن الخاص بصندوق مكافحه الادمان بالمجاني، يعني تتصلوا مش هتكلفوا اي جنيه. طيب دكتور ازاي من اول ما الاتصال بيتم، يعني الو انا عندي ابني مدمن، الخطوات بقى من بعد اول اتصال؟ هي اول خطوه بياخدها المدمن علشان يقدر يتعافى من المشكله دي هي الخطوه اللي حضرتك قلتيها، ان هو يتصل بخط ساخن، بيرد عليه بقى اخصائيين نفسيين واجتماعيين متخصصين في تلقي المعلومات اللي بيتسال فيها الشخص المدمن طبعا في سريه تامه. بنعرف الحاله ايه، فترة التعاطي، هل نوع الإدمان بيفرق في العلاج؟ نوع المخدر يعني طبعا. نوع المخدر، نوع المخدر وفترة التعاطي بتفرق كتير جدا في موضوع استقبال الحالة. طيب زي يعني برضو يعني نتطرق لهذا الموضوع، يعني في مدمنين مثلا، في مدمن حشيش، في مدمن هيروين، في مدمن ترامادول، في تاني ايه؟ في افيون، في مدمن سجاير. لازم ننبه للناس كلها ان السجاير دي ادمان. ايوه جميل. هو لما الشخص الشيشه طبعا اكيد الشيشه بتوازي 40 سيجاره بالظبط، والسيجاره الواحده فيها اكتر من 4000 ماده سامه من ضمنهم 200 ماده كيميائيه تؤدي لمرض السرطان. انا بسمع الكلام ده بيجي لي كتير. يعني هو ده وصلك، يعني السيجاره الواحده نسبه طبعا الشخص اللي بيتعاطى او بيشرب سجاير هو ما بيحتاجش السيجاره كتدخين سيجاره وبس، هو محتاج للماده الفعاله جوه السيجاره اللي هي النيكوتين. النيكوتين الموجود في السيجاره ده حضرتك تخيلها لو احنا حققناه لشخص مدخن في وريده بيموت في الحال. يموت في النيكوتين. لان بيبقى فيها نسب قليله جدا وطرق التعاطي بتاعتها بيتبخر فيها جزء كبير من الزيت الموجود في الزيت هو النيكوتين الموجود في السيجاره، فما بيبقاش مؤثر عليه او بيأثر عليه بالمدى البعيد. علشان كده في بعض الناس لما بتوصل لمرحله الاتصال بالخط الساخن حضرتك تقولي فتره التعاطي دي مهمه جدا، لان في ناس بتوصل بقى لما بنقول بتجيب اخرها او بتجيب القاع بتاعها انها خلاص. وفي ناس بتقابلها يقول لك ده انا صدري بموت انا لازم ابطل سجاير، بس تيجي تقول له مثلا طب ما تبطل مش قادر. طبعا احنا معانا الخط الساخن اهو هتلاقيه قدامكم على الشاشه، ده رقم الصندوق لمكافحه الادمان، وزي ما قلنا معلومات سريه تامه ما حدش بيقول لحد، يعني بيدخل الولد او البنت وبيخرج في سريه تامه، يعني ما حدش ليه علاقه بحاجه. طيب دكتور احنا كنا بنتكلم عن انواع المخدر، طب اللي بيتعالج من ادمان السجاير زيه هو اللي بيتعالج مثلا من ادمان الحشيش او الهيروين مثلا؟ هي طبعا طريقه التعامل معاها كيميائيا او طبيا بتبقى مختلفه نوعا ما، ولكن احنا بنتعامل في علاج الادمان كادمان مرض، احنا بنتعامل كطبيعه المرض نفسها. ببساطه كده اي شخص عاوز يتعافى من مشكله السجاير او ادمان المخدرات لازم بعد مرحله سحب المخدر من الجسم او تصفيه او يعني تطهير جسمه من الماده المخدره عشان ما تاثرش عليه جسمانيا على وظائف جسمه وظائف مخه، لازم يبعد عن ثلاث حاجات بالظبط، اشخاص واشياء واماكن. دي ثلاث حاجات ممكن تخلي الشخص تاني يرجع للسجاره ويصبر. أشخاص وأشياء وأماكن. أشخاص هي شلة أصدقاء السوق، أو تفتكر يا عم إنك أنت بطلت، لا ما جاتش من السيجارة دي، أنت تفتكر إن إحنا يا ريت إن كنا أنت بطلت وكنا إحنا بطلنا زيك، أوعى تصدق نفسك. أو الأشخاص اللي هو دايماً أول ما بيشوفهم هو اللي كان بيشرب معاهم واللي كان بيقعد معاهم واللي كان بيضحك معاهم، فطبيعي جداً إن أول ما يخترق تاني الجروب ده أو الشلة دي هيرجع يشرب. دي في الأماكن. دي في الأشخاص. في الأشخاص وفي الأماكن كمان، لما بيتردد على الأماكن الموجودين فيها أصحابه الاماكن كان بيشتري منها سجاير او مخدرات، بيرجع تاني ليها تاني. الاشياء اللي كان بيستخدمها اثناء تدخينه للسجاير او ادمان المخدرات، كوبايه الشاي، لما بيجي يشرب كوبايه الشاي تاني، لما يبص كوبايه الشاي اللي مليانه ثلاث ارباعها ونصها تفل ونصها شاي، وبيجي يشرب الشاي بيفتكر السيجاره اللي كان بيشربها، فهو بيضطر بقى ان هو يشرب السيجاره تاني. او القهوه بقى كمان، الناس المدمنه لازم فنجان القهوه معاها السيجاره. القهوه دي مشكله برضو. ولكن القهوه والشاي والمياه الغازيه اللي هي لونها بني او اسود، دي فيها ماده اسمها الكافيين. الكافيين دي ماده منبهه، ممكن تعمل تعود نفسي او ادمان نفسي وليس ادمان جسمي. احنا برضو لازم ننتبه لده،
لازم ننتبه لها عشان برضه في سلوكياتنا مش عاوزين نصنف هل دي ادمان ولا مش ادمان، هل دي ماده مخدره او مش ماده مخدره. يعني احنا ممكن ندمن بعض المواد اللي احنا بنتخيل انها مش ادمان زي البنج والحشيش، وده سبب انتشار البنج والحشيش ايه؟ ان الناس متخيله ده مش ادمان ولكن هو ادمان، لان الماده الفعاله جوه البنج والحشيش بتقعد جوه دهون الجسم لفتره بتصل اكتر من 45 يوم. يعني اللي بيشرب سيجارة حشيش بتفضل المادة موجودة ل 45 يوم؟ أكيد. يعني بيبدأ التحليل بيبان إن ده شارب حشيش من لغاية 45 يوم؟ هو ما بقاش محتاج للفترة دي لأن مخه بياخد من الجزء المخزون جوه جسمه. تمام. فلو جينا حللنا الواحد شرب مخدرات من شهر أو شهر ونص، حللنا له النهاردة عن طريق البول أو الدم أو بصيلة الشعر، بيثبت فيها مادة التي اتش سي اللي هي المادة الفعالة جوه البانجو أو الحشيش. ممكن ياخد قضية تعاطي في التحليل ده. يعني ممكن ما يكونش شارب حاجه دلوقتي او في يعني جه وقف لجنه في المرور فجم حللوه، لكن هو مش دلوقتي مثلا من 10 ايام او من 20 يوم بس يطلع في الدم. ايوه يطلع في الدم ولا في البول؟ يطلع في الدم وفي البول وفي بصيلة الشعر ثلاث. اصل في دلوقتي بعض العائلات والاسر يعني بلاقي مثلا انا برضو ايه بتحسس كده المجتمع ابتدوا ازاي الاهل برضو يتعاملوا مع اولادهم، لان احنا في الاخر بنعمل برنامج توعيه فدايما بحاول اشوف درجه التوعيه عند الناس قد ايه. فبلاقي بعض الاسر الامهات تقول لي انا بقيت دلوقتي ابني مثلا لو ابنها عندها 18 سنه او 20 سنه انا لما بيجي يقول لي مسافر مع اصحابي بقول له خلي بالك هحلل لك لما ترجع، فلو شربت اي حاجه هعرف. وفي ناس تانية انا اعرف دكتور بيعالج الادمان بيحلل لابنه كل شهر لان خلاص يعني هو طبعا بيشوف طبعا بلاوي بيشوف مصايب كل يوم. فاقصد التحليل ده يعني بقى دلوقتي سمه العصر. خلينا ناخد مصطفى. الو. ايوه يا مصطفى. ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. بعد اذنك ان انا اسال الدكتور في حاجه. اتفضل يا فندم. انا كنت بشرب مكيفات وبطلتها من سنه 90. جميل. حاليا بشرب سجاير اكتر من اللازم. كم علبه في اليوم يا استاذ مصطفى؟ يعني بشرب لي اكتر من 4 علب سجاير. في اليوم؟ نعم يا فندم. طب انت كنت بتشرب ايه مكيفات؟ يعني ايه اللي بطلته؟ كنت بتشرب ايه؟ المكيفات. انت سامعنا اصلا؟ استاذ مصطفى؟ طيب قطع التليفون قطع. طيب يمكن استاذ مصطفى في زيه كتير قوي بس يعني هو يمكن جات له جراءه واتصل وقال انا بشرب كذا في اليوم. 4 علب سجاير ده ايه انتحار؟ كتير جدا طبعا، يعني جسمه وصل لمرحله تحمل عاليه جدا ان هو يشرب 4 علب سجاير كتير جدا. ولكن في ناس كتير بتهرب من الادمان لحاجه تانية، يعني تلاقي مثلا بطل مثلا حشيش او بطل مثلا هيروين او تلاقي مثلا دخل في نوع تاني في افيوم في سجاير من نوع الاتقل. يعني دايما الهروب من شيء لشيء، يعني مش الخلصان منه تماما، لان احنا حضرتك بنتعامل هنا في مساعده انفسنا ومساعده غيرنا في فكره الماده المخدره بس مش فكره الادمان. وده اللي انا بقوله لحضرتك عليه في خط سحر، احنا بنتعامل مع الادمان ولازم كلنا في حياتنا ان احنا نتعامل مع فكره الادمان كمرض مش كماده مخدره. في بعض المدارس اللي بتنهي على موضوع ان الناس اللي بتدمن اي نوع من انواع المخدرات انها ما تبدلوش بمخدر تاني. يعني في بعض الناس وبعض المدارس اللي احنا بنعملها بيقولوا ان احنا ممكن ناكل لب او ناكل لبان، بس برضه الفكره فيها ان انت عملت نوع من الاعتماد، غيرت الاعتماد ما بين الماده دي والماده دي. واحنا لاحظين ان هو مرحله التحمل عنده وصلت كتير، يعني هو بيجيب وقت منين يشرب فيها ال4 علب سجاير دول، فده كتير جدا. ولكن في حاجات مبشره من الادمان. طالما انت وصلت لمرحله كده، مرحله ان انت بتتصل بالتليفون وتقول يا جماعه ساعدوني، نقدر نساعدك عن طريق الخط الساخن. طب هو رجع لنا تاني؟ اتفضل يا مصطفى. اتفضل سامعينك. اي حاجه بدي امسكها وبعد احترامي لسيادتك اسال الدكتور وعندي نوع جنسي. خلاص وصلت الفكره كده. ماشي. هو خلاص يا استاذ مصطفى وصلت المعلومه. يا ريت يا جماعه لما يكلمنا حد على التليفون يوطي صوت التلفزيون خالص عشان نقدر نتواصل بشكل اسرع. يمكن برضو اثار نقطه مهمه يا استاذ مصطفى، يعني بالرغم من ارتعاش اليدين او ان ايده بتترعش طبعا مع كثرة المجهود والسجاير والهبوط، الحد اكيد بيجي له هبوط. العجز الجنسي احيانا بعض الشباب، ومش بس يعني كنا بنشوف مثلا الناس اللي لما كبرت كانوا بيجروا على الفياجرا وكان حدث
كانت الفياجرا في مصر، وكانوا زي المخدرات، الواحد راجل يدي لبعض كبسوله وخد دي ويجيبوها من بره. لكن راحت الفياجرا ودخل مكانها حاجات تانية كتير جدا. لكن بعض الشباب بقى للاسف، الشباب الصغير ال 30 وال 35 وال 40 وال 45 بيلجأوا للمخدرات لوهم النشاط الجنسي الزايد والقوة الخارقة، وان يعني ابقى سبع البرمب. لا طبعا ده فكر خاطئ طبعا يعني. هي فكرة ترامادول والترامال والتامول والمواد العقاقير ديت اللي الشخص بياخدها مكان الفياجرا وكمقوى جنسي والحاجات دي كلها، هي ما بتلعبش على الجزء ده، هي بتلعب على جزء الوقت، تقدير الوقت. زي ما حضرتك كده في بعض الفقرات في البرنامج بتقول الضيف نهايه الحلقه، حضرتك والله الوقت مر معاك بسرعه، ده احنا عاوزين حلقات وحلقات. في بقى ضيف تاني زي حياتي كده الحلقه عدت وخلاص يعني، مفيش الوقت موجود. ولكن الفقره ديت هي نفس الفقره دي نص ساعه ودي نص ساعه، ولكن احساسنا احنا بالنص ساعه الاولانيه ديت عدى بسرعه، الوقت كان جميل يعني ما حسيناش بالوقت، ولكن النص ساعه الثانيه عدت بصعوبه وكان فيها مشاكل وكان فيها بعض الصعوبات. الترامادول بقى بيلعب على مركز مراكز المخ المسؤول عن الوقت او تقدير الوقت ده في الناحيه الجنسيه. يعني هو بياخد ترامادول بيهيئ له ان هو يقعد وقت اطول، وهو اصلا ما بيقعدش وقت اطول، هو بيحس الوقت اللي بيقعده بشكل طبيعي بشكل كبير. بيحس ان هو مثلا الخمس دقايق اللي بيقعدهم دول، بقى الزوجه دي اكتر مؤشر ممكن نقدر نقيس بيها المساله دي، ودايما هي اللي بتقول الحقيقه يعني. أكيد. دايما وما بتقدرش تقول له هو تقول للدكتور، وبالذات حضرتك في موضوع السجاير. بالذات في موضوع تدخين السجاير، الشخص اللي بيشرب سجاير بيتوهم ان المساله بالنسبه له ما بتاثرش على الناحيه الجنسيه، ولكن طبعا بتاثر على الناحيه الجنسيه. بتاثر. طب زي ما قال مصطفى ان هو جنسي. هل فعلا الادمان بيعمل عجز جنسي؟ اكيد بيعمل عجز. كل انواع المخدرات ولا نوع او نوعين يعني ولا كلها؟ جميع انواع المخدرات ويجوز فيها التعميم هنا بتؤدي الى الضعف الجنسي من اول السجاير لحد الهيروين، لان وبالذات السجاير لازم ننتبه ليها. يعني السجاير والشيشه برضه بتعمل عجز جنسي؟ اكيد اكيد بتعمل عجز، بتعمل ضعف جنسي في الاول، ارتخاء في العضو الذكري للرجل، وبرضه عدم يعني سرعه القذف وبعض المشاكل الخاصه بالمشاكل الجنسيه. نعم. بيتوهم هنا بقى، هنا في بعض الاصدقاء بقى يعني من جوز ان احنا نقول عليهم اصدقاء، لان هم بيقولوا له خد نص الحبايه دي ترامادول. هنا بقى سكته في ان هو يخش في سكه الترامادول. هنا بقى بيعيش الوقت اللي بيقعده فعلا الخمس دقائق دول، بيقعدوا بيعيشهم اكنهم نص ساعه. هو بيعيشها من في خياله نعم، لكن مش ده الواقع. طب امال في بعض العمال، يعني انا قابلت شريحه، بص انا بتكلم مع كل شرائح المجتمع، تاني واقفه مع البواب بحكي معاه، تاني مع السكيورتي، مع النجار، مع الكهربائي، يعني دايما انا متطلعه لمشاكل الافراد. لكن في بعض العمال والصنايعيه اللي هم دايما تلاقيهم النجار والنقاش والناس اللي بتقعد تشتغل طول الليل، يقول لك لا ده بيخلينا نطبق باليومين نقعد نشتغل. فده برضو ما انا بسمع منهم الكلام ده، فازاي بيطبقوا باليومين؟ اكيد هم مش متهيئ لهم لان هم واقفين شغالين. النقاش ولا الكهربائي، فهل ده برضو ايه احساس يعني؟ هل ده مثلا احساس كاذب يعني ولا ايه؟ هي بتديله نوع من الانتباه القوي وبس تفقد عنده جزء التركيز. هو بيبقى منتبه واعي وصاحي بقاله يومين ثلاثه، ولكن التركيز عنده مش صحيح. الانتاج بتاعه مش قوي زي الانسان العادي. يعني صاحي بس مش نشط، قصدي حضرتك بنفس هو منتبه، في انتباه، في نقدر نقول عليه نشاط، ولكن التركيز في العمل ده، في كفاءه العمل دي ما بتوصلش طبعا للناتج اللي الانسان الطبيعي بيعمله. وزي ما حضرتك كده بتقول، هو بيعمل لنفسه رابط نفسي ان انا ما اقدرش اشتغل الا، او ما اقدرش اشتغل كويس، او ما اقدرش اشتغل ساعات عمل طويله الا من خلال البرشامه دي. طيب ناخد سما معانا. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. معاك الدكتوره. طيب كلمه الدكتور ممكن؟ وعلي صوتك شويه يا سما. اتفضلي. اوكي مساء الخير يا دكتور. انا مساء الخير. اتفضلي يلا يا سما. انا كان عندي واحد صاحبي. ايوه. هو كان مدمن مخدرات بس بطل، ودلوقتي بيشرب سجاير. ايوه. طب ايه نوع المخدر اللي كان بياخده خطيبي او صاحبي؟ هيروين. بصي يا سما، وطي صوت التلفزيون خالص يا سما، خالص، عشان نقدر نتكلم بسرعه، بس ناخد وندي مع بعض يعني، اسمعينا بس من خلال التليفون. اوكي تمام. مبدئيا انت عندك كام سنه؟ انا عندي 18. 18 سنه. طيب انا الاول يعني معرفش تتقبلي مني الكلام ولا لا، مفيش حاجه اسمها صاحبي يعني، في شخص مرتبطه بيه مثلا هتتخطب وهتتجوز، لان برضو انت قدوه للي بيسمعونا دلوقتي،
يعني في بنات في سنك قاعده دلوقتي بتتفرج علينا، ف واحنا مجتمعنا ما فيهوش كلمه يعني. انا طبعا عندكم حق من المسلسلات والافلام اللي بتتفرجوا عليها. طيب ما علينا. دلوقتي هو كان مدمن هيروين صح كده؟ صح. طيب انت عرفتي ازاي ان هو مدمن هيروين؟ يعني هو كان بيقول لي كنت بتشوفيه؟ اه كنت بتشوفيه هو مدمن؟ يعني كنا متفقين على جواز كده. اه كنتوا متفقين على الجواز. طيب اقصد كان بيشم قصادك؟ مره عملها قدامي بس بعدين خليت معاه سبته ومشي. مره عملها قصادك؟ طيب انت ازاي اتاكدتي انه بطل؟ يعني يعني اصل ان هو يبطل ده اكيد بيبقى اتغير، يعني في عادات اتغيرت، في شخصيه اتغيرت، فاهماني ازاي؟ عرفتي ازاي؟ في اصحابه قريبين منه جدا وهم كويسين وانا واثقه فيهم تماما، وبعد كده قالوا لي ان هو ما بيشربش، يعني بيشرب سجاير بكميه كتيره جدا وهم مش متاكدين اذا كان بيشرب الحاجات دي بالسجاير او لا. طيب انت المفروض بقى مرتبطين، يعني المفروض ان انتوا هتتجوزوا. ما نصحتيوش انه يدخل مستشفى ادمان يتعالج؟ نصحته اكتر من مره بس كل ما بقول له بيتخانق معايا وبيقفل كده. بيقفل. طيب سؤالك هنا ان هو بيشرب سجاير كتير، يعني ابتدى يتحول لمدمن سجاير؟ اه. ومش عارفه اذا كانت السجاير دي بتبقى سجاير حشيش او ايه بالظبط، مش عارفه. ما بتحسيش ان السجاير مش طبيعيه، ريحتها مش طبيعيه؟ يعني الحته بتبقى مختلفه شويه ممكن. يبقى اكيد تحولت لسجاير حشيش مثلا. طيب يا سما عندك سؤال تاني؟ سما طيب طبعا مبسوطه بتليفونها ان هي يعني بتسال وبتستفسر وان هو تحول من كده، بس بغض النظر انه صاحبي او مش صاحبي دي انا ليه كومنت عليها، بس نتكلم عليها في حلقه تانية فبيكون مع دكتور نفسي اكثر. طيب احنا تايم خلص وقتنا. نصيحه يا دكتور توجهها للاهالي، للاب والام، يعني احنا قدامنا لسه دقيقتين كده. نصيحه الاستاذه اللي اتصلت، نصيحه الاهالي كلهم يا جماعه لازم نكون عارفين ريحه السجاير اللي احنا بنشمها من بعض الاشخاص الغاليين علينا، هل سجاره عاديه ولا سجاره بانجا او حشيش او هيرين او كده. لازم كلنا ننتبه للاعراض اللي بيتعرض ليها الشخص المدمن والمتعاطي والمجرب واللي عنده صاحب الفكره. لان الحاجات دي كلها ما بتبانش الا اما احنا بس بنشوف العلامات اللي بتظهر على الشخص المدمن، ولكن في مراحل كتيره قبل كده لازم ننتبه لينا كلنا كاسره، لازم احنا نتعلم ده قبل ما نعلمه لغيرنا. يعني هل مثلا العلامات اللي بيبان عليهم ايه مثلا؟ لو هنتكلم في حدود دقيقتين مثلا، اللي اعرفه ان هم بيسهروا كتير، ما بيناموش مثلا، عصبيين اكتر في البيت. دي السلوكيات اللي بتظهر. دي لازم ننتبه لها. جميل جدا. دي السلوكيات دي بتظهر اكتر او بدري اكتر من العلامات الجسميه، الاحمرار الوجه والوجه والعنان الجحظة والحاجات دي كلها. السلوكيات الاوقات ابتدت تتغير، سلوكياته ابتدت تتغير، كلامه فلوس اكتر، بيطلب فلوس اكتر، دي حاجات بتختفي من البيت. في بعض البادجيات اللي في ايديه ان هو يستخدمها عليها بعض العلامات المواد المخدره، ودي منتشره للاسف كتير. ده لازم ننتبه ان هو ابتدى يتعاطف او ابتدى ان هو يعني يبقى مثلا رابط ايديه، يعني حاطط مثلا ستيكر او بادل ورابط ايده، او المنديل اللي بيربطه ده، او المنديل يقول ده موضه، وبتبقى عليه علامه خضراء، علامه نبته خضراء كده، دي علامه البانجو والحشيش. مثلا بيحتفظ ببعض الصور لبوب مارلي المغني المشهور. فالحاجات دي كلها مؤشر خطر من اتقل المدمنين في العالم. طيب لا ما احنا صاحب سيجاره الحشيش الشهيره بالظبط كده، فلازم ننتبه الحاجات دي كلها، دي حاجات مؤشره. مش ان ابننا بيدمن مخدرات، لا، ابننا ابتدى ان هو وصلت عنده الفكره بتبقى قويه في دماغه. طيب الخط الساخن مره ثانيه اخيرا 16023 ده الخط الساخن بالمجانه السريه تامه وسريه تامه مهما حصل. اكيد. طيب الاستاذ محمد الشافعي مسؤول برامج صندوق مكافحه الادمان والتعاطي، بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا يعني احنا بنحاول دايما طبعا الكلام عن الادمان والكلام عن المخدرات عايز حلقات كتير جدا وعايز كلام اكتر واكتر، لكن بنحاول كل حلقه ان احنا ناخد نبذه سريعه كده عن الموضوع، نصيحه، اشاره، بننور النور الاحمر، خلي بالك يا ام، خلي بالك يا اب. لو لقيت يعني بنحاول دايما ندي كده معلومه وندي توعيه، لكن لو بنتكلم في الموضوع فهو فعلا عايز ساعات وساعات، لكن على الاقل لو استفدتوا بمعلومه واحده او باشاره واحده من اللي احنا يعني ممكن الام تبقى واقفه في المطبخ فساعات بيحكوا تعمل كده تسمع حاجه مهمه احنا بنقولها تقول اه فعلا انا ابني كان بيقول لي كذا، فبس ده يكفينا ان احنا بننور، بندي اشاره، بندي توعيه، نكون رساله البرنامج كده بتكون اتضحت، وبنحس بجد ان احنا بنعمل حاجه ورساله في المجتمع. مشاهدينا اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، وكل يوم معاكم برنامجنا لايف كلينك من الساعه 2 للساعه 3 دايما دايما على قناه